أخونا رسالته كلها حول الحج، وملخص ما فيها أنه يريد أن يحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع متمتعا، وهو يقيم حين كتب الرسالة في الدمام. فماذا تقولون له شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا بين العمرة والحج، لأنه قد ساق الهدي معه من المدينة، ومن ساق الهدي من خارج الحرم فإنه يجب عليه أن يقرن بين الحج والعمرة أو أن يحرم مفردا. وإنما التمتع خاص بمن لم يسق الهدي، والتمتع معناه أن يحرم بالعمرة من الميقات، ثم إذا أداها عند وصوله إلى مكة يتحلل من إحرامه، فإذا جاء الحج يحرم بالحج من مسكنه في مكة. هذا هو المتمتع الذي أدى العمرة على حدة وأدى الحج على حدة في عام واحد، ويجب عليه الفدية. أما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى في إحرامه إلى أن يذبح هديه يوم العيد، وتدخل العمرة في الحج في حقه، ويجب عليه الفدية لجمعه بين النسكين. فالتمتع أفضل الأنساك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، وتمنى أن يكون معهم في ذلك، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. في رواية: لا أحللت معكم وجعلتها عمرة. هذا دليل على أن التمتع أفضل، لكنه ليس الذي أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أحرم قارنا بسبب التمتع، بسبب الهدي، بسبب سوق الهدي. جزاكم الله خيرا. ثم ماذا يفعل بعد ذلك شيخ صالح؟ لنفترض أنه أحرم متمتعا، فأحرم من الميقات وأتى بالعمرة، ثم يحرم بالحج في يوم التروية أو في يوم عرفة، ويخرج للحج ويؤدي المناسك، من الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت في منى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار وطواف الوداع في النهاية.